السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الموحد الأخت ماريا قالت لك دابا بحال دابا أنت تجي تتوضى، واش دابا تغسل يديها الأول، تكب على يديها الماء تغسل يديها الأول عاد تخشي يدها في الطايلة على الوضع؟ نعم. ولا تغطس يدها في الطايلة عاد باش تغسل يدها؟ لالا سميرة، جوابا على سؤالك، الأخت ماريا ملي كتبغي تتوضى قالت لك واش تدخل يديها في الطايلة عاد توضى ولا تغسل يديها أولا؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا السؤال فقال، خصوصا إذا كان الإنسان في نومه، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. دابا أنت الآن نائم، نائم في فراشك واستيقظت وأردت أن تغسل يديك في واحد الدلو ولا واحد السطيلة، قال لك قبل ما تغسل يدك في السطيلة اغسل يديك ثلاثا، لا تدري أين ماتت يدك. أما من كان يقظا ربما قد يمسك شيئا فيه أوساخ أو فيه جراثيم أو فيه نجاسات، فعليك قبل أن تدخل يدك الإناء أن تغسلهما أولا، فالغسل واجب أولا عاد تدخل يديك إلى الإناء. هذا أمر معروف بإذن الله، اللهم تعالى يتقبل منا ومنكم. إلى إقليم سيدي سليمان مع لالة سميرة. السلام عليكم أستاذ الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كبير هذا، وأنا فرحانة بزاف 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 اللي شد لي الخطة وغايت نهضر معك في هذه العواشر أستاذ الحاج. يا مرحبا بك لالة سميرة المرضية، يا مرحبا بك، أهلا وسهلا. كبير أخويا الحاج، لاباس عليك، وراك عزيزة وغالي، ورانت أخونا وبوانا وفي كل شيء، وراك عزيزة وغالي علينا أخويا الحاج. الله يطول عمرك لالا، الله يحفظك ويرعاك. هاي فرحة كده الوليدات كده يا مولا الدار، الله يرحم الوالد والوالدة في هذه العواشر يا ربي، الله يرحمهم ويوسع عليهم. اللهم امين يا ربي، الله يحفظك، الله ورعاك، الله واسعدك، الله لالا. امين، الله يفرحك ودخل الجنة، وكما تفرحنا الله يفرحك، وكما مكبر بينا الله يكبر بيك، الله يعلي كانك عبد الله سبحانه. وراه انت واحد الفرحة تدخل علينا، واحد السرور، واحد البهجة، وما نقولكش والله سبحان الله، الله يكبرك عبد الله سبحانه، والله نورك بنور الله سبحانه، هو الله يفرحك ويفرحنا ويطول عمرك وتتحيد علينا الضيم وتتفاجئ علينا، والله يفاجئ عليك، الله يفاجئ عليك، الله يقوي من امتالك، الله يقوي من امتالك، الله يطول عمرك. شكرا لك لاله سميره، بارك الله فيك لاله. الله يكبر بك. المهم عندي واحد جوج اسئله وعن نطلب منك الدعاء. المهم واحد الاخت ماريا قالت لك دابا بحال دابا انت تجي تتوضى، واش دابا تغسل يديها الاول، تكب على يديها الماء تغسل يديها الاول عاد تخشي يدها في الطايله على الوضع؟ نعم. ولا تغطس يدها في الطايله عاد باش تغسل يدها؟ هي هذا السؤال تاع ماريا، ودعا معها مسكينه، راه تيضرها العوينات دائما مسكينه مريضه، وانا بغيتك تدعا معايا. دابا انا دائما الوالده ديالي مسكينه تديني دابا تكون نعسه، بغيت دابا السؤال واش نعذبها ولا ساعات انت تكون نعسه تجي بالي وتنبقى تجيني هذاك البؤاس كنبكى وتنعيا ما نمسح في الدموع، ما تيبغيش يكفوا لي الدموع من عيني، تضربني الفيقه في الليل وتجي قوالتي، وتنقول السؤال بغيت واش نعذبها ولا شي حاجه، ما تيبقى هذا تجي بالي وتنبقى نبكي وتنبقى فيا تنفكر تنبقى بزاف الحوايج تجي قوالتي. والمهم دعم هذا السؤال تنشوف واش الام ديالي تنعذبها بهذاك البؤاس البكاء ولا لا. والمهم بغيت كدا عليه مع الواليد، راه تعرفوا واش كاين شويه عيان ومع الصيام شويه تيعيا، ودا عليه مع الاخت ديالي خديجه بالدريه، واخ جواد، واخت قيره دابا تتصنط ليك، وزهيره ونعيمه وكنزه ونزهه وبوشه وسعيده، والبنات كلهم نجات من طنجه ونجات من سقاط، وفاطمه بني مسكين وكمال، ورد لجيت نعد لكم مريم العزيزه علينا وتتقرينا والوازنة مجموعه، وفاطمه وادام ليل ومجموعه تاع البنات، راهم كلهم دابا والله الا كانوا معنا في الخط في الجروب ديالنا كامل، راه انت عارفهم صحاب الحياه الخاصه،
كلهم راه دابا والله الا لما كل بنت تقول لي قولي نسي الحاج الدعم انا قولي نسي الحاج الدعم. وهذوك الناس عين الخير اللي عطاو هذوك التليفونات الله يفرحهم والله يشافي لهم وليداتهم الله يصلحهم ليهم والله يزيد من امثالهم. كون كانوا شي 10 الناس بحال دوك الناس اللي تيديروا هذا الخير الله يزيد من فضلهم واحد الناس عاوتاني راه يديروا واحد فعل الخير تا هما يصيفطوا لنا راديونات باش نقراو والدعم معنا باش نحافظوا القران الله يفرحك الحاج والله يصحكم وهاد الاذاعه كيما منورانا الله ينوركم الله سبحانه والله يعزكم اخويا الله الله يعاون الدعاليه من شكرا لك لاله سميره الدريه. السلام عليكم. يا رب شكرا لك لاله سميره شكرا لك حفظك الله ورعاك. تحيه لكل ساكنه اقليم من سليمان. فعلا راني كنتواصل مع هاد الاحباب الكرام. غير هذا الصباح تواصلت مع الاخ كمال اللي هو من ذوي الاحتياجات الخاصه فقد البصر من اقليم اسفي، والحمد لله كملت سمو باش نشاركوا معهم واحد المشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكنشكروا هاد الناس اللي حضروا لهم واحد المجموعه ديال الهواتف الذكيه لفائده هؤلاء المكفوفين والمكفوفات المبصرين والمبصرات. ربي سبحانه وتعالى يجازيهم خير الجزاء. ومازال ان شاء الله تعالى يجيب الله تيسير اخر، كاين اللي غياخذ تليفون، كاين اللي غياخذ راديو ومساعدات اخرى باذن الله. وان شاء الله تعالى غادي نتلاقاو قريبا على مواقع التواصل الاجتماعي، وان شاء الله نديروا شي حلقه في الراديو مباشره خاصه غير بهؤلاء الفئه. راه كنتواصل مع عدد كبير منهم لولا ضيق الوقت، كنشكرهم الشكر الجزيل وكنطلب الله سبحانه وتعالى يحفظهم ويرعاهم ويبارك فيهم. والحمد لله عطاو واحد السمعه طيبه لذوي الاحتياجات الخاصه بالمغرب، ان عندهم روح دينيه روح ايمانيه. اننا كنا كنسمعوهم من قبل كيبكيو ذوي الاحتياجات الخاصه مكفوفين او معاقين او عندهم شلل، كنلقاهم كيبكي وحزين. دابا الان الحمد لله كنلقاهم عندهم معنويات مرتفعه وكيجتهدوا في حفظ القران العظيم ويتزورون فيما بينهم ويواسي بعضهم بعضا. ولكن مع هذا كله لا يكفي، لابد من المدد، لابد من المدد. نسال الله تعالى ان يمدهم برزق وفير وخير كثير. اللهم امين يا رب.